يعني هالصوت الأوبرا اللي موجود معنا بالستوديو، نحن وياكم نرحب بأمين هاشم مش لوتشانو بافاروتي. مساء الخير أمين. مصار كيفك ريتا؟ يعني نحن كتير مبسوطين أنه أمين معنا بستوديو الجسر، لأنه اليوم أنت بتمثل الشاب اللبناني العربي الأجنبي بنفس الوقت يلي بيحمل بشخصيته الشرق والغرب. يعني أنت بتشبه برنامجنا برنامج الجسر، لأن نحن هيك كمان نوصل الشرق بالغرب. Thank you ريتا، هاي مقدمة صراحة بشكرك عليها، وعم جرب قد ما في يكون صورة عن بلد لبنان هون بأمريكا، وعم بعمل قد ما في وإن شاء الله خير. عم تعمل كتير حلو. يعني أنا بعرف إنه الجالية اللبنانية وحتى مش غير اللبنانية، الأجانب والعرب عم بيتابعوك بنيويورك وحتى بغير ولايات. عم قدمت كتير كونسرتس ومسرحيات أوبرالية بعدة محلات، ولكن بدي أرجع شوي صغير تعرف المشاهدين عنك. جريدة النهار عرفت عنك وقالت you are a soulful and handsome young man who delivers in an electrifying and thrilling performance, bringing the crowd to their feet. واللي بعد ما حضرك لايف أمين ما رح يفهم قديش عن جد بتطلع العالم من كراسية، من قوم، من زقف. للي بغني أوبرا that's not common، مش شي عادي يعني هالشي. أنا وقتها بلشت غني غنيت popular music بالأول، هذا الشيء كثير ساعدني، اعطاني ديفرنت اذا بدك برسبكتيف للبرفورمنسز بالكونسرتس. الناس اللي بتحضر الاوبرا الكلاسيكال بيورتس بالموسيقى اللي بيقدروها بغير طريقه، كمان عندهم زيت الرياكشن، حتى ايام رياكشن اقوى من الرياكشن تبع الناس اللي بحبوا بوب ميوزك. بس جربت قد ما فيي استعمل اللي انا عندي اياه اذا بدك الباك جراوند تبع البوب ميوزك وحطه بالكلاسيكال ميوزك كانرجيتك بيرفورمانس. وبذات الوقت انا استفدت من الكلاسيكال باك جراوند اللي عندي اللي دارسه، حطيته كمان بالبوبولار ميوزك لاجذب الناس كمان، مش بس على المسرح بس بذات الوقت بصوتي بطريقه اللي بغني فيها حتى الكروس اوفر او البوب ستايل. صحيح. خبرنا شوي صغيره، خلقت بلبنان، تعلمت الموسيقى من اي عمر؟ هيك شويه باك جراوند سريع. خلقت انا بلبنان على عمر 5 سنين، داد كان بلش يعلمنا موسيقى انا وخيي، علمنا بيانو، علمنا نوت، وبعدين فت على الكونسرفاتوار وتعلمت بيانو كلاسيك، وبعدها انتقلت تعلمت انترناشونال بزنس بنوتردام. وايمتى طلعت اول الاوبرا ساوند منك؟ انت عم تلعب بالكارز والايربلينز يمكن؟ بتعرفي هيدا السؤال ولا مره قدرت توصل للجرح. ايه اقدر اوصل حط ايدي على الجرح، يعني ايمتى قررت بدي غني؟ ما بعرف، يعني هذا الشيء كان كل عمري مقتنع انه انا لازم غني. بس أين كيف ما بعرف. وبتعرفي حتى كان بيكون شيء غريب اذا ما بعمل هالشيء، لانه ربيان بجو فني بالبيت. حلو. كل الوقت عنا موسيقى نون ستوب، يعني اللي بيجي لعنا بيشوفنا على ديلي بيسس بقول لا هون مش معقول. يعني انا ايام دق بيانو على 4 الصبح اهلي بيكونوا نايمين معودين، ما عنا ما عنا ما عنا جيران حوالينا، سو ما عنا هالاحساس اللي انا بحسه بنيويورك. وقت مثلا بيجي البوليس بدق علي البيت صاير معي، بيجي البوليس بدق عليك انه سير شو بتكون؟ بتكون عم تغني اوبرا او بتكون عم تلعب بيانو او شو؟ بدك خبرك خبريه بتضحك اكيد. ايه هيك بيني وبينك، وهيك كم مليون عم يحضرنا. في مره كنت بالشقه عم بتمرن، عم دق بيانو، عم حضر، كنت بتذكر رول ترافياتا. اوكي. خلص كنت جيد على الاخر وعم دق وعم صرخ ومبسوط. فجأة بدق الباب، كنت انا لابس الروب وعم دق بيانو. استحيت انه قال لي اتس ذا بوليس. انا هون قلت يا عمي الله اكلتها. أنا بتعرف انه انا الصيت بنيويورك انه ممنوع تعمل ضجه، العالم كلها الجيران بيتشكوا عليك وكذا. انا اقول لهلا I'm getting away with it. Right. صار لي فترة، صار لي سنين قاعد هون ولا مرة حدا تشكى. خلق وإلا إذا الوقت. Okay. إشت الساعة. بفتح الباب بيقول لي بدي أسألك، بس عم بسمع حدا عم بيزعود عم بيصرخ، عندك فكرة من وين طالعة الضجة؟ قلت له أنا هون تبلكمت ما عارف شو عم. قلت له لا ما سامع، مش سامع حدا عم بيصرخ. قال لي لأنه إجينا تليفون شكوى إنه في حدا عم بيصرخ، هيك مرة عم تصرخ عم تاكل قتلة أو شيء. قلت له لا بعتذر، أنا قلت ما بعرف شو بدي جايبه. بتعتقد الكاب كان عم بخبي عنك يعني؟ ايه قلت, قلت, قلت له انا لا بعتذر. قال لي اوكي طب اذا عرفت شيء هذا كارتي بليز.
اذا بتعرف شيء بليز احكيني. هيدي الستاندرد بيعطوا بيعطوا الكارت مثل الفلومه يعني عشان يا اكزاكتلي. عم ببره انا لسكر، قال لي بس اكسكيوز مي، قلت له شو؟ قال لي شو كنت حاطط موسيقى سيدي؟ عم بسمع شيء كثير حلو كنت. قلت له، قال لي شيء اوبرا؟ قلت له لا، هيدا انا كنت عم بتمرن وغني. قال لي هيدا انت كنت عم تمرن؟ قلت له ايه. قال لي لحظه شلح شبويته، قال لي بس بدي اقول لك، بدي اسلم عليك او ماي جاد، وبدي اقول لك انه شرف انا عم بتعرف عليك. انا اي هاف جوس بومز. انا ما خلص، انا هون كلك اكسبيرينس. اول شيء كنت كثير عم بدق قلبي انه خلص اكلتها. طلع البوليس محمس انه انا عم غني اوبرا. مزبوط كان عم كان حدا حرام في شيء مره عم بتصرف. ممكن يعني حدا تشكى لانه في دوماستيك فايلنس يمكن. سو فار بقدر اقول لك الجيران بحبوني وين ما نقلت. صرت عايش بكل منهاتن ولا مره كان عندي شيء، ما حدا تشك علي. سو يعني اكيد ما في شك انه العالم لازم تنبسط انه يكون جاره امين هاشم. طيب العالم الجيران بحبوه بمنهاتن، انت بتحب نيويورك كثير؟ ليش؟ نيويورك كانت حلم لعلي من انا صغير، وهيدا الحلم عم يبلش يتحقق، عم بلش حسه. شو هي الخطوات يلي امين بلش يحققها؟ الخطوات بلشت من لبنان لأوروبا لنيويورك. نيويورك معناتها هلا انا وين عايش، بس نيويورك يعني بامريكا بالاجمال. صرت عندي بيرفورمنس كثير بواشنطن دي سي، بنيويورك، بلوس انجلوس، بديترويت بالام جي ام جراند كاسينو، وين كمان يعني انا بنيويورك حضرتك يعني عده محلات وان ديفرنت كايند اوف ستيجز يعني يعني البرفورمنس اللي حضرت لك اياها امين باليونايتد نيشنز بالايكوسوك تشامبر بالفعل غطيت على كل الاحداث السياسيه والمواضيع اللي هيك ناشفه اللي ممكن الواحد يشوفها بهيدي الصاله. عظمه الصاله الكبيره كانت بكبر عظمه صوتك. ريتا انا الهدف من اللي عم بعمله مش بس لاكتفاء ذاتي. انا الله اعطاني صوت، كل مره هيدي من انا وصغير في مثل الوزنات بيقول الواحد اعطاه وزنه لازم ينميها. انا مسؤول عنها هيدي. هيدي الوزنه او هيدي الجفت هي لسبب اكيد تعطيني اكتفاء ذاتي انه انا اقدر. الغنى الكلاسيك كثير صعب، بده تمرين على كونستنت بيسس. يعني بعدك بس نقول للمشاهدين انه بعدك جايه من تمرين 4 ساعات على عم حضر الرول دون جوزي لاوبرا كارمن بيزي. وان الله راد تنعرض بنيويورك تكون اول وحده بتعرفي. بس اكيد انت ما عم تقفيلي شو. انا ما عم بقفيلك ابدا. بتنرجع لموضوع الوزنات يعني وهالمسؤوليه اللي حسسها مش بس ساتسفاكشن لك، بس شو كمان هي قدر وصل مساج. اقدر هالشيء مثلا مثل يونايتد نيشنز، العالم كيف العالم كله عم بيعاني يعني، خاصه نحن الفتره اللي كنا فيها كنا عم نكرم دكتور شارل مالك. صح. شو الهدف من هالتكريم؟ انه نفرجي انه نحن في ناس عم تعمل خير وهدفها تعمل شيء للعالم، هدفها تخلي ذا وورلد ا بيتر بليس. وانا من هالاشخاص اللي عم بسعى من كل قلبي لفرجي صوره انه نحن كناس، مش نحن من وين موجود، من وين خلقنا او ربينا، نحن كناس بهالعصر اللي عم بيصير مع الايزس مع كل هالقصص من دون ما نسمي نفوت بالسياسه، فينا نخلي يكون ذا وورلد ا بيتر بليس ثرو ميوزك ثرو رايتنج ثرو كل شيء من وقت الرينيسانس لهلا. يعني العالم في سايكلز عم يقطع فيه ناس، وبنشكر الله انه في ناس كان مثل دكتور شارل مالك لانه ثابت هلا عم نحكي عن الموضوع عم بيخلوا يتطور البشريه تتطور. ويعني بقد ما في من كل قلبي عم جرب كون ولو حبه خردل من هالناس. حلو امين. نحن رح ننقل المشاهدين على another performance لإلك بهالفيديو المصور. اوكي. Tu sai no,
امين رح يجي البوليس يدق علينا هلا. أوسولي ميو عدة أغاني بتغنيها وبتنقي من مختلف لغات، يعني اللي ما بيعرف أمين بتغني 8 languages، 8 لغات يلي هن إيطاليانو، فرنساوي، إنجليزي، عربي بس النشيد الوطني، بس النشيد الوطني بالعربي، بس النشيد الوطني، روسي، إسباني، ألماني، برتغالي ولاتيني. فظيع. طيب مين بينقي، مين بيساعدك او كيف بتنقي الاغاني اللي بتاديها بالكونسرتس؟ الكونسرتس بالاجمال يعني لانه عم بعمل انا different styles. هلا essentially I'm an opera singer. بالكونسرتس عم بعمل opera singer. وقت شوفك عم تقدم المسرحيه you're very classic وبتأدي الاوبرا 100%. بالكونسرات بعمل كروس اوفر. الكروس اوفر صار دارج من وقت الايام لوتشانو بافاروتي وثري تانرز. طلعوا غنوا قصص مثلا من برودواي، من مثلا ماي واي لسيناترا بطريقتهم هن بالفوكال برودكشن اللي هي كلاسيكال، بس بالارينجمنت اللي هي جرانديوز اوركسترال مع بوبولار باند مع بيك باند. حلو. بس هن حافظوا على على اذا بدك الايدنتيتي تبع الاوبرا سينجر، وهذا الشيء اللي انا عم بعمله كمان. بس بذات الوقت عم بفوت ببروجيات ثانيه، مثلا هلا عم بعمل اغاني اوبراتيك او اذا بدك نابوليتان او سيسيليان فولك او حيالله شيء روسيه. عم بفوت فيها فيوجن عربي. حلو. موسيقى حلو. شرقيه. حلو. وصرت اعمل كذا حفله. ولهلا Thank God. صدى. Thank God. The result was a tremendous success. أمين هاشم، نحن يعني كتير بسطني بهالخبرية إنه رح يكون في هيك روح شرقية، نفس شرقي من أمين هاشم. نحن طبعاً نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا البرنامج وصل لنهاية، ولكن دماج. أكيد ما في نهاية دماج مع صوت أمين هاشم الحلو. واللي بحب يعرف أكثر عن أمين هاشم في فوت على ويب سايت www.aminjhashim.com او على الفيسبوك فيسبوك بيج او هلا شيء امين جي هاشم. يس. سو ملتقانا الاسبوع القادم، وبتمنى لكم امسيه ممتعه. ريتا ثانك يو سو ماتش.